بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب من جديد من على أرضية ميدان التحدي، وفي تحديات جديدة وإثارة ومنافسة جديدة، حيث نأتي لانطلاقة تحديات شوطنا الخامس عشر الخاص بسن الأبكار، الحقايق من مسافة الأربعة كيلومترات. أبدأ بداية مع المركز الأول، مع من تحتل الصدارة الجساسية في هذه الانطلاقة، تتقدم بشعار بن ملهية، حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية مقدم لنا انطلاقة الجساسية على المركز الأول. المركز الثاني وصل بن سنيد ليقدم لنا انطلاقة وتحديات هملولة، علي بن سالم بن سنيد الدعية مقدم لنا انطلاقة هملولة على المركز الثاني. بينما المركز الثالث أجد الوصول وأجد الانطلاقة مع شعارك يا بن نورة، يقدم لنا مشارف طلال بن سعيد بن مبارك بن نورة المري، مقدم لنا مشارف على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والحضور من قبل الشبابية، نايف بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري مقدم لنا الشبابية على المركز الرابع. المركز الخامس اللي على المركز الخامس مودة، عبد الله بن سالم بن حمد العامري مقدم لنا انطلاقة مودة وحضور مودة، ولكن توافق توافق والدنيا توافق يا هادي يا بن راشد يا بن هادي، مقدم لنا شعاره وحضوري وتحركاتي توافق. هادي بن راشد بن هادي القرح، العودة وين يا متابعين؟ العودة إلى مقدمة الشوط، إلى بن ملهية حيث يقدم لنا الجساسية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هملولة بن سنيد، هملولة بن سنيد مع المركز الثاني يتحرك علي بن سالم بن سنيد الدعية، مقدم لنا هملولة على ثاني المراكز. ثالثا وصلت وانضمت في هذه اللحظات القادمة الشبابية، نايف بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، وكذلك الحضور من قبل شعار بن مهيرة يصل ليقدم لنا جبارة محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري. والوصول على المركز الخامس، وصلت الأسماء وصلت الشعارات، وصل في هذه اللحظات مبارك بن عمر بن مبارك الشايق الهاجري يقدم لنا وقود، ولكن العودة دوين مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الحساسة، مع الجساسية ومع هذه الانطلاقة. ولكن جبارة جبارة يا بن مهيرة، جبارة يا بن مهيرة بن جبران الله. هنا يتقدم محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري بن مهيرة مع الانطلاق الكبير، مع الأمتار الأخيرة. الله 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 يا حضور الأبطال، يا حضور العمالقة، الأمتار الأخيرة مع بن مهيرة، مع بن مهيرة. الله يا سلام على هذا الحضور، راح التباري حمام الورق بالدورة، مرة يغني لها ومرة تغني لها يا بن مهيرة. سلام يا جبارة سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني الجساسية، حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية. المركز الثالث كان الوصول مع مزون فهد بن نايف بن مشخص القرش. المركز الرابع كان الحضور مع قمة لهادف بن راشد بن محمد النابت. المركز الخامس
وصلت على خامس الأسماء الجافل حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. إذا تهانينا والناموس لمالكي جبارة هذه البطلة التي حضرت في هذا الشوط ومع هذه الأمتار. محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري. 5 دقائق 45 ثانية 54 ثانية و61 جزءا من الثواني. سلام يا بن طحنون سلام. المركز الثاني وصلت الجساسية لحمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية. 5 دقائق 56 ثانية و44 جزءا من الثواني. مزون من جاءت في المركز الثالث لفهد بن نايف بن مشخص القرشي مع المركز الثالث. 5 دقائق 56 ثانية و70 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.